الحين بكمل الشرح اللي قلته بالفيديو السابق. طبعا في شغلة لازم أنبه عليها، غير أن البرنامج ما يدعم اللغة العربية، أول شيء أحتاج أغير الفونت، أي هني أختار أريل، لازم يكون أريل غير الأريل. مثلا لو اخترت أريل بلاك وبحاول أسوي بيست ما راح يصير، ما راح يسوي لي هني بيست. ليش؟ لأنه ما يصير، هذا مو مدعوم. لازم أحط أريل العادي، بعدين أي هني أسوي بيست، راح ألاحظ إنه راح يحط لي ال، راح يكتب لي الكلام. طبعاً أقدر أكبر وأقدر أصغر، أقدر أسوي بولد أو عادي، أقدر ما يصير الميلان تختفي. أقدر أحط خط، أقدر أسوي على اليسار توسيط، على اليمين، على إحنا بنسوي توسيط حاليا. هذا بالنسبة حق الكتابة باللغة العربية شلون الطريقة، ما يصير إلا بهالطريقة، البرنامج ما راح يكتب لي إلا إذا سويت في هذه الطريقة. هذا بالنسبة للكتابة باللغة العربية. الحين بنكمل شغل البروجكت. مثلا إذا نبي نضغط على الشريحة رقم 2، شنو الشيء اللي نبي يطلع؟ مثلا أنا ما أبي التكست، أمسحه، أقدر أمسحه، وأبي أحط مثلا أشكال للعمليات الحسابية. مثلا بحط شكل جمع، عملية الجمع، أقدر أتحكم بالحجم بالطريقة هذه، أقدر أغير اللون لأن أنا بيها بهالطريقة، عندي عدة أشكال أنا بيها بهالطريقة. أنت إذا بنتقل حق الشريحة اللي بعدها، هذه الشريحة اللي بعدها رقم 4، الدائرة هذه أبي أشيل، أبي أحط بعد شيب ثاني، مثلا بعد الجمع نحط الطرح، ونقدر نكتب إذا مثلا ما نبي نحط، بس إن يعني أنا قاعد أختار الشيب على أساس إنه هو أسهل من الكتابة حق البرنامج هذا. بهذه الطريقة إن إحنا نقدر شلون نستخدم البروجكت اللي موجود عندنا أساسا من البرنامج نستفيد منه. هني إذا نبي نتكلم على الشريط هذا، قلنا هني السلايدات، هني عندنا إذا بغيت أزيد سلايد أقدر مثلا أختار يزيد لي سلايد جديد، يطلع لي سلايد جديد بالمكان اللي أنا اخترته. زين، وأقدر أسوي تراجع. هذا هني بالنسبة إنه يزيد لي سلايد جديد. هني السناب اللي هو نفس هذا، إذا ضغطنا عليه راح هم نفس الشيء يكرر لي السلايد اللي موجود اللي أنا واقفة عليه. شو السلايد اللي أنا واقفة عنده؟ راح يكرر لي إياه. فأنا كررت الحين مرتين، راح أمسحها. هني عندنا show all object، يعني نرد على الصفحة الرئيسية ويورينا كل شيء من فوق، يعني من إنه يسوي لي المشروع مزقر وأقدر أشوفهم. هني أقدر ألف أحرك يمين ويسار، خلي سيدة أو إذا بحركة يمين ويسار أميلة. هني إذا بكبر، هني إذا بزقر الشاشة، هني إذا أبي أسوي لك، هني عندي لو أضغط عليه راح يطلع لي مربعات، وإذا ضغط عليه مرة ثانية يشيل المربعات، نفس إحداثيات. هني عندي كوبي،
هني عندي لصق كوبي اللي هي نسخ وبيست اللي هي نسخ، هني تراجع وهني هم تراجع، هني السناب نفس اللي قلت إذا ضغطنا عليه يطلع لي فريم جديد بس يسوي لي كوبي من نفس الفريم اللي أنا واقفة عليه، وهني سكرين ريشيو أقدر أتحكم بنسب الشاشة. يعني مثلا لو بختار 4:3 يعني على حسب الزوم اللي أبي يسوي، كل ما اخترت يتغير. الحين راح نضغط اوف انه يكون على الوضع الطبيعي. هذه بالنسبة للأدوات اللي موجودة هني. الحين بتكلم عن طريقة، على طريقة ان شلون نضيف صورة من الكمبيوتر. مثلا بختار سلايد من السلايدات الفاضية اللي ما حطيت فيها شيء، هذا السلايد بمسح التكست اللي موجود، ابي اضيف صورة. اقدر طبعا اضيف من هني، مثلا لو بضيف هذه الصورة عن طريق السحب واقدر اضيفها، ونفس الشيء اقدر اتحكم بشكلها، اكبرها واصغرها، اقدر اتحكم بالشيء هذا. ومثلا ابي اسوي شغلة ثانية اني ابي اضيف، بضيف صورة من الكمبيوتر، اضغط add local image، ادخل على البيكتشرز، نشوف البيكتشر الموجودة عندنا، مثلا نختار هذه ونضغط open، نسحب الصورة ونحطها من هني. نقدر نتحكم بالستايل، ستايل الصورة، نحط لها برواز، نوع البرواز، هل نبيها باتجاهين، نتبين هني بعد اتجاه بالاتجاه المطلوب. طريقة البرواز هذه كنا داش بال، كنا الصورة داشة بالسلايد أو بالخلفية. نختار هذه، ونفس الشيء عندي هني طبعا في أقدر أنزل على الأشكال، بعد في أشكال أكثر في هني عندي الإديتينج اللي موجود، أقدر أمسح، أقدر أضيف، أقدر أميل، أغير اتجاه الصورة، أقلب. هني بعد في عندي وضوح الصورة، أقدر أتحكم بوضوحها كذي تختفي، أقدر أتحكم بوضوح الصورة. هني مثلا لو كنا حاطين بورد اللي هو الإطار، لو إحنا كنا مختارين إطار نقدر نغير لون الإطار. هني نقدر نتحكم بسايز الإطار، بسوي الحين أنا بحط إطار مثلا، لو أحط هذا أو هذا أقدر أتحكم باللون، مثلا أحط هذا اللون، وبنفس الوقت أقدر أتحكم بالسايز، أعرضه أو أصغره بهذه الطريقة. هذا بالنسبة إذا حطينا صورة عن طريق اللابتوب. الحين أبي أشرح طريقة ثانية أو طريقة جديدة، شلون الحين أنا حطيت صورة، شلون إذا أنا أبي أضيف عليها، أبي أضيف عليها حركات، إني يصير فيها حركات. طبعا في عندي هني زر animate، أو عندي هني animation، أقدر أضغط هذا أو اللي تحت، ضغط هذا. أول ما ضغطته لازم أكون محددة الصورة، أحدد الصورة اللي بيضيف لها الإفكت، بعدين أضغط على add effect. مجرد راح يطلع لي طبعا كذي، هني في عندي عدة أوبشنات هني موجودة. مثلا لو أبي أختار هذا وأشوف الأشكال، بس مجرد ما أني أمرر على المربعات
راح يسوي لي الحركة اللي هي حركة العرض مجرد ما أمشي أنا على المربعات. فبختار هذا الحين، أنا أبي أضيفه. لما نضفته هني راح يطلع لي شكل ماوس. هذا الماوس إنه يقول لي إن الأنيميشن يبلش بس مجرد أضغط كليك. أقدر أضغط with previews أو after previews، يعني بعد مع العرض أو بعد العرض. وهني عندي البريفيو اللي هو أقدر أشوف الطريقة شلون طريقة العرض راح تصير على السلايد. هني عندي change animation، إذا أنا أبي أضغط عليه أقدر أغير الشكل اللي أبي. وفي هني عندي الأوبشن setting حق الانيميشن، هذا بالنسبة حق إضافة انيميشن. طبعا الانيميشن أنا أقدر أضيفه مو بس حق الصورة، أقدر أضيفه بعد حق التكست اللي هو الكلام. لو أرجع الحين حق هني أسوي add effect، نختار أي شيء السريع مثلا هذا، ضاف لي إياه. هذا بالنسبة حق الانيميشن أو إضافة الانيميشن. هذا بالنسبة حق الافكت. كذي خلصنا من الافكت. إذا مثلا خلصنا نبي نطلع back to edit mode، كذي خلصنا الأشياء اللي نبي نضيفها. طبعا احنا نقدر نسوي شغل كامل على البرنامج هذا. بعدين عقب ما نخلص ونسوي البروجكت كامل، إذا حبينا إن احنا نعرض شغلنا اللي احنا سويناه، بنشوف شنو الأشياء اللي احنا سويناها، راح نضغط على preview current. إذا ضغطنا عليه راح يشغل لنا البروجكت مع الإفكتات اللي احنا سويناها. طبعا أول ما ننزل كذي في عندنا خيارات اللي هي بلاي اوتو بلاي، ضغطنا عليها راح يشغله بروحه، راح يشغل البروجكت ويطلع كل شيء بدون لا اضغط لا ماوس ولا شيء. راح يعرض لي كل شيء، البروجكت كامل راح يعرض لي. وفي بعد طريقه ثانيه غير انه هو الاوتو، في اني انا اقدر اروح حق next، اضغط next تروح حق الشريحه اللي بعدها، واذا ضغطت على باك راح يرجعني على الشريحه اللي قبلها اللي قبل اللي هي شغاله. هذا طبعا اذا انا بغيته يدوي، بشغل يدوي، ما ابي انه يكون اوتو بلاي. هذا بالنسبه حق البريفيو. نقدر نطالع لنهايه البروجكت. الحين إذا إحنا نبي نطلع من البروجكت، إما نضغط على زر سكيب اللي هو موجود بالكيبورد، أو نقدر نضغط على هذه العلامة اللي هي موجودة يمين exit full screen، وراح يرجعني حق الصفحة الرئيسية مالت الشغل. الحين أنا إذا أبي أسيب البروجكت أضغط على save project، راح يسيب لي. طبعا راح نلاحظ هني انه تغير الاسم، انه صار على الاسم نفسه، راح يتسيب مكان ما احنا سيبناه باول مره. هذه الاشياء المهمه والاساسيه في طريقه وكيفيه استخدام برنامج فوكسكي. ونفس ما قلت، اذا بغينا نشرح البرنامج من الصفر يحتاج أكثر من ساعة للشرح. فلهذا السبب استخدمت بروجكت موجود وجاهز، استخدمته وعدلت فيه وضفت فيه. وقلنا إن البرنامج نقدر نضيف فيه كتابة بالعربي، وقلت الطريقة، لأن البرنامج ما يدعم، نقدر نضيف صورة، نقدر نضيف فيديو، نقدر نضيف موسيقى، نقدر نضيف وايد أشياء. البرنامج جدا مفيد، وأحس أنه مهم حق
أي معلم